نحن أيضا مع الخطوات الملموسة التي بدأنا لمسناها خلال الفترة القادمة بتأهيل وأيضا تطوير الإعلاميين، حتى وإن كانت لم تشمل الكثير منهم، لكن هي خطوة أولى للوصول نحو الهدف الأسمى الذي نسعى من خلاله جميعا. وهذه بحد ذاتها تحسب للأسر خالد، تحسب للجنة الإعلامية في الاتحاد العام لكرة ما القدم. ما ما اختصاء يعني خليني استغلالا للوقت أخي علي، ملاحظاتك اللي طرحتها أنت في صفحتك. لكن حقيقة للأسف يعني أنه هذه اللوائح التي إحنا انتظرناها جاءت شبه مقيبة لآمالنا كإعلاميين رياضيين مختصين في هذا الجانب، نظرا للشروط لا نقول التعجيزية فيها وإنما الجنونية فيها، لأنه حينما تضع شروط غير قابلة لتطبيق على أرض الواقع فهذا إما وأنك لست مدرك بواقع زملائك الإعلاميين الذين يعيشوا في البلد، وإما وأنك لا تريد في الأساس أن تشارك أسماء إعلاميين. من أبرز هذه الشروط التي يمكن الحديث عنها حينما يقول لك لابد أن يكون يعني شارك سابقا كمنسق مع المنتخبات.